أجرينا 2019 أجرينا 2019 في دورته 21 الجديدة طريقك للتنمية والانطلاق أجرينا 2019 وسط ترقب وانتظار من القطاعات المعنية بإدارة مزارع الدواجن وصناعة الأعلاف للماشية والأسماك ينطلق المعرض والمؤتمر الدولي أجرينا لتكنولوجيا إدارة مزارع الدواجن وبمناسبة 21 عاماً على انطلاق الحدث الاقتصادي الأهم أجرينا في دورته الجديدة وسط حشد كبير من خبراء هذه الصناعة في العالم يلتقون جميعاً في مركز مؤتمرات مصر وهذه الدورة الجديدة التي تضم أكثر من 700 شركة في مجال إنشاء وإدارة المزارع لسلالات الدواجن وتجهيز وإنشاء العنابر بالنظام المغلق ووسط اهتمام كبير وحضور لمعالي الخبير الزراعي الكبير معالي الوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومعالي الأستاذة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الداجني والثروة الحيوانية والسمكية يلتقي كل منهما بخبراء إنتاج هذه القطاعات على مستوى مصر والمنطقة العربية والإقليمية أجرينا 2019 استثمار ندوات أبحاث ريادة وانطلاق تنسيق اتفاقات وعقود شراكة بين جميع الشركات المشاركة والتي تتجاوز 700 شركة على مستوى انطلاق هذا المعرض الذي يحمل رقم 21 المعرض والمؤتمر الدولي أجرينا لتكنولوجيا إدارة مزارع الدواجن انطلاقك نحو الأفضل المعرض والمؤتمر الدولي أجرينا في دورته 21 تأتي برعاية ناجي عواد جروب القاهرة للدواجن جراند لصناعة أعلاف الأسماك دواجن الوطنية الدقهلية للدواجن مجموعة سامي عايد للأعلاف والدواجن روند فيتا للأعلاف ومركزات الدواجن أورجانو جروب فات هانز للتجارة هاني مظهر جروب الإسماعيلية مصر للدواجن أجرينا 2019 في دورته 21 الجديدة طريقك للتنمية والانطلاق